نعم، في الحقيقة الأوضاع في مدينة الأبيض والقرى التي تحتلها تركيا في منطقة الأبيض ومنطقة رأس العين، الأوضاع مزرية للغاية. هنالك فوضى، وهذا المصطلح دقيق جدا لوصف الحالة التي تعيشها تلك المنطقة التي احتلتها تركيا أواخر العام المنصرم. طبعا هذه الاحتجاجات ضد السياسة التركية وتعاملها مع هذه الأجراءات، الاحتجاجات ليست بالجديدة. قبل أسابيع كانت هنالك احتجاجات أخرى، المجموعات التابعة لجيش الاحتلال التركي ليبدو أنها ليست راضية عن سياسات تركيا. تركيا لا تدفع لهم الأجور التي وعدتهم بها عندما نقلتهم إلى مناطق شمال وشرق سوريا، عندما بدأت بشن هجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. لذا نشهد احتجاجات متواصلة من هؤلاء المرتزقة. طبعا ولأن تركيا لا تدفع لهؤلاء الأجور، يجبر هؤلاء المرتزقة على انتهاج أسلوب السرقة والنهب والاعتداء على المدنيين واختطافهم مقابل الإفراج عنهم، مقابل مبالغ مادية أو كما تسمى محليا بالفدية. هذه السياسة هي تركيا مسؤولة عنها بالدرجة الأولى، لأن تركيا هي من تطلق يد المرتزقة وتدفعهم لانتهاج سياسات وأساليب من هذا الشكل. طبعا تركيا مجبرة على تلبية بعض مطالب هؤلاء طيب المرتزقة طب وليس جميعها حسب ما نعتقد. نعم طيب جمعة، قلت بأن هذه الاحتجاجات ليست بجديدة، هل يمكن اعتبار هذه التظاهرة كما يقال بداية انقلاب السحر على الساحر بعد هذه المطالبات؟ نعم، لا أعتقد بأن الاحتجاجات ستتطور لمراحل متقدمة وسيكون هنالك فوضى كبيرة وهنالك صدامات ضد الجيش التركي، وإنما هؤلاء المرتزقة سيرضون عندما تدفع لهم تركيا المال، أو عندما لنقل تطلق يدهم بشكل أوسع لممارسة السرقة والنهب والاستيلاء على ما يسمونه الغنائم في مناطق شمال وشرق سوريا. هؤلاء ينتظرون من تركيا أن تسمح لهم بانتهاج أساليب السرقة والاختطاف بشكل أوسع، أو هم بانتظار أن يدفع لهم أكثر في مقابل البقاء في تلك المنطقة. هم مرتزقة، لذا سيرضون بأي مقابل، مقابل البقاء في تلك المنطقة وخدمة سياسة تركيا الاحتلالية في الأراضي السورية. نعم، أفهم منك أن النظام التركي يمهد لهؤلاء الإرهابيين لارتكاب انتهاكات جديدة وأخرى بحق أهالي المنطقة، ولكن ألا يمكن اعتبار ذلك بأن النظام التركي دخل فعليا في مرحلة خسارة أصدقائه قبل أعدائه؟ نعم بالفعل، تركيا بهذا الشكل ليس من الآن، وإنما منذ سنوات عدة خسرت ثقة الشعب السوري بشكل عام، لأن تركيا خذلت الشعب السوري بشكل عام وبدأت تكشف عن نواياها الحقيقية، وهي احتلال الأراضي السورية وسلب خيرات السوريين والاستيلاء على منازل السوريين مقابل استيطان عائلات ومجموعات مرتزقة تابعة لتركيا. عندما بدأت تركيا تظهر هذه النوايا، فقدت تركيا الحاضنة الشعبية في سوريا، لم يبقى أحد يساند تركيا أو لم يبقى أحد يذعن للقرارات التركية سوى حفنة من المرتزقة، وهؤلاء هم من تدعمهم تركيا في تل أبيض ورأس العين، المسلحين الذين يتواجدون هناك وكذلك في جرابلس حتى عفرين وحتى في إدلب. وهؤلاء لا يقاتلون إلا مقابل المال أو مقابل إطلاق يدهم في سبيل السرقة والنهب و يعني نهب أموال المدنيين، يعني طيب. هذا هو المقابل الوحيد، وبالتالي ليست هنالك أي ثقة، ليست هنالك أي ثقة، يعني كل ما هنالك علاقة قائمة على مبدأ الارتزاق بين تركيا وهؤلاء المرتزقة المتشددين المتطرفين. طيب جمعة، بالعودة إلى انتهاكات الاحتلال التركي المستمرة بحق أهالي المنطقة في شمال شرق سوريا، كيف هو وضع المهجرين الآن سواء في المخيمات أو المناطق التي نزحوا إليها؟ هل هناك أي محاولة من جهات معنية لتحسين وضعهم في ظل ما تمر بها المنطقة في زمن كورونا؟ طبعا هنالك عشرات الآلاف من المدنيين هجرتهم تركيا من
منازلهم وقراهم ومدنهم في منطقة الأبيض ورأس العين يعانون من أوضاع مأساوية، أوضاع إنسانية صعبة للغاية. انقضى الشتاء وهؤلاء كانوا في المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات العيش. هنالك صعوبات كثيرة يعانيها هؤلاء في ظل انسحاب معظم المنظمات الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات. هنالك أوضاع كما ذكرنا صعبة للغاية لهؤلاء المدنيين الذين يعيشون في المخيمات. طبعا هنالك مخيمان مخصصان لهؤلاء النازحين من منطقتي تل أبيض ورأس العين، هنالك مخيم في تل أبيض وهنالك مخيم في عين عيسى وهنالك مخيم في منطقة التوينة. هذه المخيمات تتكفل الإدارة الذاتية بتقديم كل ما يلزم للنازحين. نعم نعم وضحت الفكرة. صحفي جمعة محمد كنت معنا من الشمال السوري، شكرا جزيلا لك.